يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب دخلت بمالي منذ 3 سنوات في الأسهم وخسرت ثلث مالي، فتركتها معاهدا الله ألا أعود إليها بما فيها من الربا، ومن خلال هذه السنوات لم أجد مجالا لتعويض خسارة مالي، فرجعت إليها هذه الأيام وهو متوجه لتعويض رأس المال، فهل رجوعي لها من باب قوله سبحانه في سورة البقرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ رجوعك إليها وأن تسالف معاهد الله ما ترجع هذا يمين عليك، كفارة يمين، ترجع تأخذ بقدر ما دفعت أو دون ما دفعت، أما أن تأخذ أكثر وأن تعلم أنه ربا وقمار وغرر هذا لا يجوز. نعم.